اليوم راح نتكلم عن نوع جديد من الـ Directly Coupled Multi-Stage Amplifier. اللقاء اللي فات حكينا عن في سابقا درسنا احنا الـ Multi-Stage Amplifier System، تكون دائما حكينا من مرحلتين. كان أول نوع تناولنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية مربوطين مع بعض من خلال Coupling Capacitor أو RC Coupled، بسموه RC Coupled Amplifier. بعدين درسنا الـ Directly Coupled Amplifier كان كاسكيدد. اليوم راح ناخذ نوع خاص من الكاسكيدد امبليفاير يسمى الكاسكود. هذا الكاسكود امبليفاير عباره عن مرحلتين دائما. اوكي، هلا بحكي. الكاسكود امبليفاير عباره عن مالتي ستيج دايركتلي كابلد امبليفاير، بيحتوي على المرحله الاولى دائما بتكون عباره عن كومن ايميتر زي ما احنا شايفينها هون مثلا، والمرحله الثانيه دائما بتكون عباره عن كومن بيس. هلا في شكلين من اشكال كاسكود بي جي تي امبليفاير. الشكل الاول بتكون المرحلتين نفس الشيء زي ما قلت قبل شويه، المرحله الاولى بتكون كومن ايميتر امبليفاير والمرحله الثانيه دائما كومن بيس امبليفاير. بس شو اللي بصير؟ شوف كيف الدائره الاولى بتحتوي على ان بي ان ترانزستور في المرحله الاولى، والمرحله الثانيه بتحتوي على بي ان بي ترانزستور. لاحظ كيف هذا نوع، هذا اول نوع من انواع الكاسكود امبليفاير. اذا دائما تحديد المراحل بكون من خلال عدد الترانزستورز، واضح كيف؟ هلا في عندي 2 ترانزستورز، خلص بلزم 100% انها هي عباره عن مرحلتين، واضح كيف؟ هلا حتى المرحله الاولى فيرست ستيج هون حتى نحدد هل هي كومن بيز، كومن كوليكتر او كومن ايميتر، دائما نيجي نشوف اللوكيشن تبع السيجنال سورس. لاحظ كيف اللوكيشن تبع السيجنال سورس مربوط مع الفولتج ديفايدر هاي على طرف البيز من خلال كابلين كابستر سي واحد، والمخرج مربوط على طرف الكوليكتر، واضح كيف؟ بينما طرف الايميتر افكتفلي في الاي سي اناليسيز راح يكون هو الطرف المشترك بين الكوليكتر، هو الطرف المشترك بين الانبوت والاوتبوت. عشان هيك هاي المرحلة أكيد راح يكون كومن إيميتر. طيب إيش نوع الترانزستور المستخدم؟ هون إن بي إن ترانزستور، واضح كيف؟ هلا السكند ستيج شوف كيف مربوط بشكل مباشر مع الفيرست ستيج، يعني بدون استعانة بكابلينج ديفايس زي الكابستر مثلا، واضح كيف؟ السكند ستيج هون حتى نحدد هل هي كمان نفس الشيء، هل هي كومن كوليكتر ولا كومن بيز ولا كومن إيميتر، بدنا نيجي نشوف الانبوت والاوتبوت. الانبوت على هذا السكند ستيج جاي على طرف الايميتر، والاوتبوت الار ال وين جاي؟ على طرف الكوليكتر. لما تلاحظ انه الكابستر المقاومه البيز ريزستور ار بي عامل معمول عليها فول باي باس باستخدام كابستر سي 3، هيك بلزم 100% انها عباره عن كومن بيز. اذا هون في النهايه بنحكي استنتاج انه المرحله الاولى كومن ايميتر امبليفاير، واضح، والمرحلة الثانية عبارة عن كومن بيز امبليفاير. اوكي، بس هون الكومن بيز الكيوتينين هون هذا بي ان بي ترانزستور، يبقى انا قاعد بحكي عن الفيرست ارينجمنت. ليش؟ لانه الفيرست ارينجمنت بتحكي انه المرحلة الأولى كومن ايميتر امبليفاير وذ ان بي ان بي جي تي ترانزستور، والسكند ستيج عبارة عن كومن بيز امبليفاير. بس ايش نوع الترانزستور المستخدم في الكومن بيز هون؟ لاحظ كيف هذا عبارة عن بي ان بي ترانزستور، واضح كيف؟ هلا التو ستيجز هون دايركتلي كابل، هذه بعطي يعني فيها ادفانتج. الادفانتج اللي فيها بتخلي دائما الباند ويث عاليه، يعني دائما باستمرار التو ستيجز مربوطين مع بعض. اوكي، تغيير الفريكونسي على الانبوت سواء كانت قليله او عاليه باستمرار راح تخلي الباند ويث جيده، واضح كيف؟ بس الديس ادفانتج الوحيده اللي موجوده فيها انه الدي سي اناليسيز لما بتيجي تعمله رح تضطر يمكن تستخدم معادلتين بمجهولين، لانه شوي هاي لانه البايسنج ستيت لكيو 2 لكيو 1 راح ياثر، راح يكون له تاثير مباشر على كيو 2، في الدي سي اناليسيز شوي راح تكون مش سهله، واضح كيف؟ هلا في عندنا هون في شغله كثير مهمه بدي احكي لكم اياها. لاحظ كيف طرف من طرف الكوليكتر للجراوند في حاطط هون مقاومتين، حاطط اللود امبيدنس بالاضافه لوجود شو اسمه كوليكتر ريزيستنس. هذا الكوليكتر ريزيستنس فيه له اهميه كبيره. بالعاده هذا دائما احنا لما نيجي نطلع على الكومن بيز امبليفاير بيكون في عندك مقاومتين محطوطه، واحده على طرف الانبوت واحده، والمقاومه الثانيه على طرف الاوتبوت.
عدا عن اللود امبيدنس. واضح كيف؟ هلا هاي المقاومه بتكون قيمتها يفترض انها تكون عاليه حتى يقدر يشتغل الكومن بيس بشكل جيد. بس لعلمك هون لما بدك تيجي تعمل تحسب الاوتبوت امبيدنس، شوف علي، راح تشوف ان الاوتبوت امبيدنس عباره عن الار سي. هلا حكينا احنا كونفشنالي اي امبليفاير لازم تكون تعمل الاوتبوت امبيدنس قيمتها كثير قليله. واضح كيف؟ طيب هلا احنا وقعنا في مشكله، بدي الاوتبوت امبيدنس كثير تكون قليله، اذا راح اضطر اخفف من قيمه الار سي. بس المشكله الثانيه اللي راح توقع فيها، المشكله راح توقع فيها هون ان الكومن بيس بطل يشتغل بشكل جيد. يعني لازم تكون ار سي كبيره حتى تشغل الكومن بيس امبليفاير، وبدي اياها صغيره حتى ايش؟ تخلي الاوتبوت امبيدنس قيمته ايش؟ قليله. اذا بلجأوا مرات الحل هذا، بلجأوا لاستخدام الكومن كوليكتر امبليفاير. ايش بصير؟ في الكومن كوليكتر امبليفاير شوي صغيره افرجيكم. محل الار سي اللي موجوده هون بحطه ايش؟ كومن كوليكتر او الايميتر فولور بسموه امبليفاير. هلا الكومن عشان الماوس بكتب مش معه معلش. طيب هلا هذا الكومن كوليكتر امبليفاير شوف علي بحطه وين؟ محل المقاومه اللي موجوده هون. هلا الانبوت امبيدنس لهذا الكومن كوليكتر شو دائما حكينا بتكون؟ زد انبوت دائما بتكون قيمتها عاليه كثير. واضح كيف؟ اوكي هلا زد انبوت بتكون هاي. هلا لما حطيت هون محل المقاومه ار سي الكومن كوليكتر امبليفاير الانبوت امبيدنس لما بتكون عاليه، شوف هيك انت خليت الكومن بيز امبليفاير يشتغل بشكل جيد. واضح كيف؟ طيب وفي المقابل الاوتبوت امبيدنس كيف قديش كانت دائما تطلع معنا قيمها؟ كثير قليله، ممتازه كثير كانت تكون. شو هذه الاوتبوت امبيدنس شو كانت تطلع معنا؟ لو هلا طرف الاوتبوت امبيدنس عشان قيمته قليله، لما تشوفوا على طرف الار ال اللي موجود هون، يعني لما تصير تطلع على الامبليفاير من جهه الاوتبوت، اذا شو رح تطلع لي هون زد الاوتبوت؟ رح تكون قيمتها قليله. بوضح يعني احنا هون حلينا المشكله، بس شوي كان يعني كومبوننت كاونت بالدائره بزيد معنا، الدائره شوي بتتعقد، بس هيك انت حطيت حل مثالي. الحل المثالي هون استخدمنا بدل المقاومه ار سي كومن كوليكتر امبليفاير. هذا الكومن كوليكتر امبليفاير بحل المشكله اللي شفناها قبل شوي. عشان الانبوت امبيدنس تبعته عاليه راح تخلي الكومن بيز امبليفاير يشتغل بشكل جيد، بينما في المقابل لما بتكون الاوتبوت امبيدنس قيمته كثير قليله. واضح كيف؟ هيك انت لما تحسب الاوتبوت امبيدنس للاوفر اول مالتي ستيج امبليفاير سيستم راح تكون معنا ايش مالها؟ قيمتها قليله which is good. واضح كيف؟ احنا هلا ما راح نلجا لهذا السوليوشن، كل اللي راح اعمله راح استعين بقيمه ار سي 10 كيلو اوم. هلا عشان قيمتها 10 كيلو اوم راح تكون الاوتبوت امبيدنس عالي كثير which is not desirable، يعني هذا الشيء مش مرغوب فيه من مره. اوكي طيب ايش في كمان ملاحظات؟ هون دائما الكومن بيز امبليفاير بكون مربوط، الطرف البيز بكون مربوط مع الجراوند باستخدام كابلين كاباستر زي ما انا شايفه هون، باي باس كاباستر سي 3. واضح؟ ما بصيرش واحد مثلا يجي يقول ركب دايركت امبليفاير بدون وجود، بمعزل عن ايش؟ وجود هذا الكاباستر، لانه الكومن بيز امبليفاير ببطل يشتغل بشكل جيد. هلا اذا بدنا نعمل الدي سي اناليسز على هاي الدائره سهل جدا، كل كاباستر موجود عندي بدي احطه اوبن سيركت، شو الكاباسترز عندي؟ سي 1 وسي 2 وسي 3، راح يكون الدائره شكلها زي ما احنا شايفين هون. حتى تقدر تعمل الدي سي اناليسز في حاجه كثير مهمه بدنا نتفق عليها. اول شيء كل ترانزستور بتعطيه ليجند زي ما انا شايف هون، ترانزستور كيو 1 اعطيته، الترانزستور الاول اعطيته ليجند كيو 1 والترانزستور الثاني اعطيته ليجند كيو 2، مفهوم كيف؟ هلا مهم جدا تيجي تحدد التيارات على كل ترانزستور. هلا في عندي دائما الترانزستور له ثلاث تيارات زي ما انا شايف على كيو 1 هون، في عندي الترانزستور التيار اللي فايت على كيو 1 عباره عن اي بي 1، هذه 1 سفكس هاي بتبين انه احنا هذا التيار اللي ايش اللي فايت على كيو 1. في عندي التيار اللي جاي على طرف الكوليكتر والتيار الموجود على طرف الايميتر، مهم جدا تحط السفكس واحد، لانه اذا طالب بعد يحلل في دائره يعمل دي سي اناليسيس على دائره زي هيك ما استخدم مثلا اي بي الرقم واحد السفكس واحد بس حط اي بي، هلا بصير تبطل عارف هل هو تيار البيز على كيو واحد ولا هو تيار البيز على كيو 2. واضح كيف؟ هلا تعال نشوف التيارات اللي بدك تحطها على الترانزستور الثاني كيو 2.
التيار اللي موجود هون لاحظ كيف اندفاعه هذا خارج لبرا عكس التيار اللي موجود هون هذا فايت لجوه لسبب لانه هذا بي ان بي ترانزستور وانما هذا ايش ان بي ان ترانزستور. هلا الاي بي هون البيس كرنت هون اي بي 2 بنسميه تيار الكوليكتر هيك اتجاه اندفاعه اي سي 2 وهذه الاي اي 2 واضح كيف؟ هلا في كثير ملاحظه جدا مهمه هون هون بدنا نحسب نطبق نستخدم الثيفنز تكنيك حتى نقدر ايش نحسب البيس كرنت على المرحله الاولى سهله جدا فيها اي شيء. طيب هلا اذا حد اخذ النقطه اللي موجوده هون هذه النقطه اللي موجوده هون بنشوف فيها انه جهد الكوليكتر على كيو 1 هو نفسه عباره عن جهد الايميتر. لاحظ كيف النقطه هذه الجهدين هذول بتساوي مع بعض استنى افرجيك على هذول الجهدين بتساوي مع بعض. هلا لانه هذا النقطه هذه رابطه بين كيو 1 وكيو 2 اذا بقدر استنتج بقول انه جهد الكوليكتر في سي كيو 1 نفس جهد ايش الفي نفس الجهد تبع كيو الجهد الايميتر في اي كيو 2. ليش؟ لانهم جايين الاثنين على نفس النقطه. واضح كيف؟ هذه الصيغه الرياضيه هاي مهمه جدا لانه راح تقدر تستخدمها في حساب ايش؟ تحلل دائره المالتي ستيج امبليفاير هاي، مفهوم كيف؟ طيب الملاحظه الثانيه كمان لاحظ الجنكشن اللي موجوده عندي اياها هون هاي الجنكشن هي عباره عن نقطه تفرع. النقطه لما تطلع من الجنكشن وانوردز لتحت بتشوف انه التيار تفرع لقيمتين الكوليكتر كرنت الاي سي 1 والايميتر كرنت اي اي 2. طيب هلا هون التيار تفرع، طب قبل ما يتفرع وين كان التيار معدي هون؟ اذا هذا التيار اللي موجود هون الكرنت كومبوننت اللي موجوده على الار سي افكتفلي هي عباره عن حاصل جمع المقدارين هذول اي اي 2 هي المقدار الموجود هون بالاضافه للاي سي 1 هي الموجوده هون. شوف كيف؟ هذا التيار المعدي في الكوليكتر ريزيستر. هلا بعد الجنكشن هون شو صار في التيار؟ بده يتفرع عندي لقيمتين، مفهوم كيف؟ طبعا هذه الفرضيه جدا مهمه حتى تقدر تحلل الدائره بشكل سليم وواضح. النقطه هاي واضحه للجميع؟ هلا كيف كانت قبل؟ الجنكشن هاي عباره عن جنكشن نقطه تفرع صار في عمل الكرنت شيء بسموه برانشنج تفرع التيار. لاحظ كيف الكوليكت لا التيار اللي موجود هون عباره عن اي سي 1 والتيار الموجود هون عباره عن اي اي 2. اذا هون بقدر احكي فيش اي مشكله انه قيمة التيار اللي موجودة على الـ RC مثلا لو الواحد فيكم بده يفرضها IX. واضح كيف؟ طيب بيجي بقول مثلا لو فرضنا التيار هون قيمته IX وهذا IE2 وهذا IC1 واجي اطبق ايش؟ الكيرتشوف كرنت لو على هذا الجنكشن الكيرتشوف كرنت لو. طيب شو راح تستنتج؟ راح تلاقي انه الـ IX لانه فايت مثلا يمكن اعطيه اشارة سالبة. واضح؟ والكوليكتر والايميتر كرنتس هذول خارجين لبرا بعطيهم اشارات موجبه، هذه اي سي 1 زائد ايش؟ اي اي 2 شو بدي اساوي صفر؟ اذا شو بستنتج في النهايه؟ انه قيمه اي اكس هذه شو بدها تساوي؟ اي سي 1 زائد اي اي 2. هلا انا تعمدت ما احطش هذول المقدارين يعني في تيار ثالث مجهول عشان اخفف عن حالي المجاهيل. يعني هيك بسهل حال التحليل بشكل كبير. اذا الاي اكس شو استنتج بتساوي؟ اي سي 1 زائد الاي اي 2. واضح كيف؟ طيب هون خلينا نشوف شو الصيغه الرياضيه اللي بده الطالب يستعين فيها لما بده يجي يعمل دي سي اناليسيز على دايركتلي كابلد مالتي ستيج امبليفاير ويسمى الكاس كود. عباره الكاس كود للعلم حاله خاصه من الكاسكيدد امبليفاير. اوكي اللي اخذناه سابقا. هون اذا بدنا نحلل هاي الدائره بتاخذ المرحله الاولى. المرحلة الأولى زي ما احنا شايفينها عبارة عن voltage divider configuration. أفضل وأدق طريقة لحساب البيس كرنت الاي بي 1 شو تستخدم؟ الثيفنز تكنيك. هلا الثيفنز تكنيك هون بتقول إنه بدك حاجتين حتى تقدر تستخدم الثيفنز تكنيك، بدي مقدار الار ثيفنن وبدي الفي ثيفنن. ار ثيفنن لما بيكون ار 1 وار 2 على التوازي مع بعض، والفي ثيفنن هون شو بدها تساوي دائما حسب ال voltage divider rule. ال VR2 عفوا R2 مضروبه بال VCC على حاصل جمع المقاومتين R1 زائد R2. واضح؟ هلا في طلاب كنت اشوفهم بالامتحان في الكويز لما جيت صلحته مش عارف كويز ولا اسايمنت
المهم كانوا هون يحطوا مرات، هذه عبارة عن VCC، هذا الحكي غلط. لما استخدم الثيفنس تكنيك الجهد هذا عبارة عن الثيفنس فولتج، مفهوم كيف؟ والار والار ثيفنس هاي هيك لازم تكون، ما بتصير واحد يحط ار واحد او ار اثنين، واضح كيف؟ طيب اي بي واحد هي بنعوض هيك، انت بتحسب ايش لما نعوض المقدارين الفي ثيفن والار ثيفن في الصيغه الرياضيه هاي، توصلت للاي بي واحد. هلا هذه كومن ايميتر، مفهوم كيف؟ ايش ليش احنا شو الغرض من استخدام الدي سي اناليسيس؟ سهل كثير، عشان توجد حاجه كثير مهمه بسموها الشورت سيركت انبوت امبيدنس. هلا لانه هاي المرحله عباره عن كومن ايميتر، الشورت سيركت انبوت امبيدنس كيف الصيغه الرياضيه تبعته راح تكون؟ راح تكون عباره عن الثيرمال فولتج 60 ملي 26 ملي فولت، مقسوم على ايش؟ على البيس كرنت اي بي كيو 1. واضح كيف؟ هي الاي بي كيو 1 نحسبها من هون، نحسب بعدها بنطلع الشورت سيركت انبوت امبيدنس على ستيج رقم 1، مفهوم كيف؟ هلا الخطوه اللي بعدها مضطر انت تحسب قيمه التيار اي سي كيو 1. للعلم هون اي سي، شوف علي، كيو 1 هي نفسها اي سي 1. يعني انا لما بحط اي سي الرقم 1 هون، هذا بدل على انه ريفير تو ايش؟ الترانزستور كيو 1، مفهوم كيف؟ سواء حطيتها اي سي كيو 1 او اي سي 1 نفس الشيء، مفهوم كيف؟ طيب شوف علي، الجهد احنا هون هلا كل شيء بنقدر نحسب قيمته، راح نضطر نحسبه على السريع ونشوف ونخلي المجهول للاخر. اي سي كيو 1 هذا التيار المعدي في كيو 1، الكوليكتر كرنت قديش بده يساوي هون؟ بده يساوي الاي بي 1 في بيتا، سوري لازم تكون بي كيو 1 لانه في عندي تو ترانزستورز، بديش اخربط معامل التكبير للكيو 1 بي كيو 1 بيتا كيو 1. اوكي طيب هلا الجهد على طرف الكل في سي كيو 1، الجهد على هاي النقطه ايش بده يساوي؟ لو بدك تيجي تحسبه راح يساوي ايش؟ راح استنى شوي ها سوزي اوكي، جهد الار سي الفي سي هاي الفي سي كيو 1، الجهد تبع النقطه اللي موجوده هون ايش بده يساوي؟ بده يساوي الفي سي سي جهد مصدر التغذيه هذا مطروح منه ايش؟ فرق الجهد اللي موجود على المقاومه ار سي. طيب جهد المقاومه شو بده يساوي؟ دائما قيمه المقاومه مضروب فيها ايش؟ التيارين، بدي اجمع التيارين اللي هم اي سي 1 زائد ايش؟ الاي اي 2. طيب واضح هاي الصيغه الرياضيه موجوده برا. واضح كيف؟ هذه معادله كثير كثير مهمه. طيب خلينا نشوف هلا، ناخذ مثال ونبلش نعوض فيه بالارقام. اوكي هذه الملاحظات اللي مكتوبه هون، انا افضل شيء شايف انه من خلال مثال راح افرجيك بالضبط كيف توصلنا لها. بس على كل حال لاحظ كيف الجهد الايميتر هون شوي صغيره، خلينا افرجيك اياها الطلاب لهلا بجوش بعدها الكبيره، هذا كيو 2. هلا جهد الايميتر اللي موجود هون في الايميتر، لاحظ في كيو 2 دائما حكينا اي ترانز، او في شغله خربط في انا مشكله هون هون، لانه هذا بي ام بي ترانزستور في اي بي، هذا بي ام بي تساوي الايميتر فولتج ناقص البيز فولتج، واضح كيف؟ طيب هلا جهد الايميتر هذا مجهول، جهد الايميتر شو بده يساوي؟ في اي بي زائد ايش؟ جهد البيز، واضح؟ هلا الفي اي بي هي عباره عن الفي بي اي، تقريبا بتساوي 7 بالعشرة فولت عند الروم تمبريتشر لا يابيليتي ترانزستور، واضح كيف؟ طيب جهد البيز وين موجود عندي؟ جهد البيز هي موجود هون. طيب جهد البيز هون زي ما لو جينا سالنا حدا منكم شو بده يساوي؟ هو عباره عن الفي ار بي 1 صح؟ طيب الفي ار بي 1 وجهد المقاومه هاي لو بدي اجي احسبه شو بده يساوي؟ اي بي 2 اوكي مضروبه في ايش؟ في البيز ريزستور في الار بي. اوكي اذا هذا المقدار معادله هاي مضطر احطها محل ايش؟ الفي بي. فشو راح تصير معي؟ هات نشوف كيف سويت هون. انا هون مخربط في بي اي، مشكله استنى شوي اصبر كيف بدنا نعملها. هلا فاتتني انا فكرت ام بي ام ترانزستور، بس في اشاره سالبه بنفوتها
هلا هاي بدها تساوي كيف بدنا نعملها؟ هلا هذا بتحط إشارة سالبة، وهذا بنخليه إشارته موجبة. يا ويلي تعديلات. طيب هلا الإيميتر فولت شو راح يساوي هون؟ بنحط بينه إشارة موجبة. هاي هيك، هاي الإيميتر فولتج بدي يساوي البيس فولتج زائد الفي اي. لازم يكون في اي بي. المشكلة الساعة 4 الصبح بدك في هذا مشكلة. في اي بي اوكي، وهاي شو بدها تكون؟ هون برضه كمان خلصنا السطر هذا في اي بي، واضح كيف؟ طيب البيس فولتج هون اوكي هاي صحيحة. بدي امسك هاي المعادلة ايكويجن رقم 8 اعوضها في ايكويجن رقم 7. بعد ما نعوضها وين بدنا تيجي؟ بس بدنا نحط وين ما في إشارة سالبة بدنا نضطر نحط إشارة موجبة. تمام، هاي بدك تجمع الـ RB في IB. أوكي هيك ممتاز. هلا أنت هون شوف علي عشان نخفف عن حالنا المجاهيل. هلا في عندي لاحظ مجهول جديد انضاف عندي، المجهول الجديد هذا عبارة عن IB2. طب هل في علاقة بتربط بينه وبين الإيميتر كرنت اللي موجود هون؟ بين البيز كرنت والإيميتر كرنت على Q2؟ أكيد. شو العلاقة بتحكي؟ بتقول العلاقة هاي، استنى شوي، بتقول إنه دائما الإيميتر كرنت إيش بدي يساوي؟ بدي يساوي البيز كرنت مضروبة في إيش؟ واحد زائد بيتا. أوكي، هذه إذا استخدمتها أنت هيك شلت المجهول البيز كرنت IB2. في النهاية بتصفي عندي معادلتين بمجهولين. خلينا نشوف كيف سويت. هي عوضت هاي المعادلة إيكويجن رقم 10 وين حطيتها؟ هي فرجيك إياها على الأنوتيت، خلينا نفهمها منيح معلش. شوي طيب، هذه الإيميتر كرنت هون وين بدي أضطر أحط؟ لا، المعادلة رقم 10 بدي أضطر أوظف معادلة رقم 9، بس التعويض ما بزبط إلا بدلالة البيس كرنت IB2. واضح وين بدي أحطه هون؟ فشو راح تصير عنا؟ IB2 شو بدها تصير؟ I B 2 بتساوي I A 2 مقسومة على قديش؟ 1 زائد B Q 2 معاملة تكبير للترانزستور الثاني. طيب هاي بدي امسكها وين احطها؟ في إيكويجن رقم 9. لما نحطها بإيكويجن رقم 9 لاحظ كيف هيك خففنا الأنونز المجاهيل، صار عندي مجهولين في النهاية. دائما عدد المجاهيل عدد المعادلات بيساوي عدد المجاهيل. أنا كم أنون في عندي؟ لو بدي أجي أطلع على الدائرة السابقة شوي صغيرة. طيب في عندي المجهول، في عندي نشوف عدد المجاهيل. هدول الجهدين متساويات، الجهود هون أوكي هذا المجهول الأول، والقيمة والتيار الإيميتر أي إي 2 هذا المجهول الثاني. إذا بدي معادلتين، ثلاث معادلات، معادلتين كفيلات إيش؟ نطلع فيهم مقدار. هلا ثلاث معادلات بدي، في سي كيو 1 هي مجهول، في اي كيو 2 مجهول، والاي اي 2 هذا مجهول. ثلاث معادلات بنعوضهم في بعض، بنقدر ساعتها ايش نحسب قيمه الجهد على طرف الايميتر. اوكي هات نشوف كيف سويته هون. طيب هاي صلحناها زبطناها، حطينا الاشاره الموجبه. اوكي هلا في اي كيو 2 هاي راح نستخدمها ايكويجن رقم 11 لاحقا. هاي المعادله جدا جدا مهمه، انه دائما حكينا الكوليكتر فولتج على كيو 1 هو عباره عن الايميتر فولتج على كيو 2. طيب خلينا نشوف هذا المثال. هذا مثال كيف يعني احنا في المالتي ستيج امبليفاير سيستم بالعاده كيف بيكون؟ عباره عن معطيات، ما بنعطيك الدائره. اوكي معطيات على تو ستيجز، من خلال هاي المعطيات الطالب بده يتوصل لرسمه الدائره. واضح كيف؟ نفس المثال السابق، نفس الحاله اللي شفناها سابقا، بس هون محدد لك قيم القيم تبعت المقاومات ومصادر التغذيه. شايف كيف؟ هلا هون لاحظ كيف هذا المقاومه جدا مهمه. لو واحد فيكم شال هاي المقاومه بعلمك راح تكون الاوتبوت امبيدنس انفينيتي، وهذا انديزايربل، ما بصير تعمل فيوليشن على التيرم تبعت ايش المالتي ستيج امبليفاير. دائما الاوتبوت امبيدنس لازم تكون قيمتها قليله، فاحنا ما فينا نحط قيمه قليله. بعيد وبحكي على الار سي عشان تخلي الاوتبوت امبيدنس قليله. ليش؟ لانه ساعتها الكومن بيز امبليفاير ما راح يشتغل بشكل جيد. فانا طبعا ما احط قيمه متوسطه، لا هي عاليه كثير ولا هي قليله كثير. هذه القيمه المتوسطه بتحاول توازن بين انه تخلي الكومن بيز امبليفاير يشتغل بشكل جيد، وفي نفس الوقت
يعني بتخلي الاوتبوت امبيدنس مش ايش؟ مش انفينيتي، قيمتها 10 كيلو اوم. واضح كيف؟ طيب هلا هاي رسمنا الكاسكود امبليفاير، دائما حكينا مرحلتين بكونوا، المرحلتين هذول بكونوا مشبوكين مع بعض بشكل مباشر دايركتلي كابل. اللي شايفه انا هون انه المرحله الاولى بتحتوي، النوع الاول في بيحتوي على ان بي ان ترانزستور في المرحله الاولى وبي ان بي ترانزستور في المرحله الثانيه، مفهوم كيف؟ هلا بيتا دي سي لكل واحد منهم شوي بيختلف عن الثاني، بتقدرش تتحكم فيهم. مشكله البيتا دي سي بيكونوا دائما هاي فاريبل. هلا في كيو 1 80 وكيو 2 هاي لازم نسميها بي كيو 2، اوكي هاي 90 مش مشكله، هذه بي كيو 2 مش بي كيو 1. واضح كيف؟ طيب هلا خلينا نيجي نحلل هاي الدائره. اصعب شيء في التحليل هون البي سي اناليسيس، الاي سي اناليسيس يعني تقدر تقول عنه سهل فيش فيه اي مشكله، بتوقع الكل متقنه. البي سي اناليسيس هون المرحله هاي لما بنيجي نحللها راح نتعامل معها كانها فولتج ديفايدر مش موصول معها ولا شيء مبدئيا لحد ما تطلع البيس كرنت. شوف كيف الار ثيفنين هاي حسبناه، طلع اخذنا ار 1 مع ار 2 على التوازي، طلع اقل من اقل قيمه. قديش اقل قيمه عنده هون في المقاومتين؟ ار 2 قديش بتساوي 10 كيلو اوم؟ اقل منهم شو طلع معي؟ الار ثيفنين تقريبا 8.8 كيلو اوم. هلا الخطوه اللي بعدها بدك تضطر توجد الفي ثيفنين. اوكي الفي ثيفنين هون بدي ساوي حسب الفولتج ديفايدر رول في سي سي في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. شوي شوف الصفحه اللي بعدها قديش حسبناها. هي الفي ثيفنين، واضح كيف؟ هلا البيس كرنت اي بي 1 بدك تعوض الفي ثيفنين والار ثيفنين في الصيغه الرياضيه هاي، سهل كثير عشان تحسب الاي بي 1. هي طلعنا الاي بي 1. هلا بنسال حالنا السؤال الاتي، هذه الكونفجريشن ايش هي؟ كومن ايميتر كومن بيز ولا كومن كوليكتر؟ كانت سابقا لما شفناها عباره عن كومن ايميتر، عشان هيك في الكومن ايميتر امبليفاير دائما الشورت سيركت انبوت امبيدنس استنى شوي بكون ايش؟ اتش اي اي، لازم تكون هيك. هذا السفكس اللي بدك تستخدمه في الكومن ايميتر. شو بدي اساوي؟ 26 ملي فولت مقسومه على ايش؟ على مقسومه على تيار، بس ما بدنا نخربط. ايش التيار في الكومن ايميتر؟ دائما عباره عن تيار البيز. واضح كيف؟ عشان تعمل الشورت سيركت انبوت امبيدنس بتكون قيمتها عاليه، لانه دائما تيار البيز بتكون جدا قليله. واضح كيف؟ طيب هات نشوف هون شو سويت. حسبت ايش؟ الاي اتش اي اي 1 قديش طلعت معنا؟ قيمتها 1667. هلا هون حكينا سابقا انه المشكله في دائما في البي جي تي امبليفايرز، قديش الواحد فيكم بحاول يجتهد في استخدام قيم مقاومات عاليه ار 1 وار 2 عشان تخلي الانبوت امبيدنس عالي، بس في مقاومه ثالثه بتخرب علي اللي هي عباره عن الاتش اي اي. هذه لما تكون قليله راح تخلي الانبوت امبيدنس للمالتي ستيج هون اقل من هاي القيمه. في الانبوت امبيدنس كيف كنا نسوي؟ كنا ناخذ ار 1 مع ار 2 مع الاتش اي اي ثلاثه على التوازي مع بعض. هلا القيمه المكافئه راح تكون اقل من اقل قيمه في الثلاثه اللي هي اقل من الاتش اي اي، فراح تطلع معنا الانبوت امبيدنس هون مش راح تطلع عالي كثير، راح تطلع جدا قليله. مفهوم كيف؟ فشفنا فلكسبيليتي افضل في دوائر الفت ترانزستور. بالفت خلص متى ما حطيت مثلا جيت ريزستور قيمته عاليه كثير بتعرف تماما انه الانبوت امبيدنس راح تكون بتساوي قيمه الجيت ريزستور اللي حطيتها. واضح كيف؟ طيب هاي خلصنا الخطوه الاولى. هلا شويه ايش الصعوبه تكون ايش؟ ايجاد الخطوه الثانيه. هلا بدنا نبلش خطوة نشوف شو بدنا نعمل. أول شيء الآي سي 1، هل في إمكانية تحسبه؟ أكيد فيش أي مشكلة. آي سي 1 لو بدك توجده باستخدام الصيغة الرياضية هاي بتساوي البيز كرنت اللي أوجدته أنا هلا، بس بضربه في معامل التكبير تبع كيو 1 قديش طلعت معي؟ هاي المقدار هذا، هي آي سي كيو 1. هلا مهم جدا هون جهد الكوليكتر هذا، خليني أكتب لك إياه شوي صغيرة. كلير؟ جهد الكوليكتر في سي كيو 1 اوكي شو بدي اساوي؟ حكينا بتساوي ال في سي سي ناقص ار سي 1. بدنا نهتم في السفكس 1 و2 عشان نميز، لانه بعيد وبحكي اذا طالب فيكم بيشتغل بحل الدائره زي هيك ما استخدم السفكس راح في الاخر في النهايه ما يعرف شو التيار التيار اللي طلع معه، هل هو ريفير تو كيو 1 ولا كيو 2. واضح كيف؟ في اي سي واحد كيف هون اي سي 1 زائد ايش؟ اي اي 2. هلا انت هون مضطر تعوض كل القيم اللي موجوده عندك عشان في النهايه نشوف كم مجهول في عندنا.
بي سي سي معروفه، ار سي واحد معروفه، اي سي واحد اوريدي انا اوجدتها. حتى شوف شو ضل معادله، هي شايف عوضنا الارقام، شو صفى عندي القيمه المجهوله الوحيده؟ هاي لاحظ في سي كيو واحد والاي اي 2، هاي حطيناهم هاي في ايكويشن رقم واحد. اوكي؟ طيب هون احنا بدنا نعمل ميجر موديفيكيشنز على هاي شوي صغير عشان الاشاره السالبه اللي كانت قبل شوي في البي ام بي. خلينا بس واحده هلا في اي 2 شو حكينا بتساوي؟ هذه لازم تكون اشاره موجبه. اوكي زبط، هذه اتفقنا بتكون اشاره موجبه وهي اشاره موجبه. تمام، ار بي 1 قديش بعطيه في المثال؟ ار بي 1 91 كيلو اوم، اي اي 2 مجهوله، بي كيو 2 هذا معامل التكبير للترانزستور الثاني قيمته 90، وهذا فرق الجهد بس هذا في اي بي لانها هذه دائره ايش؟ في اي بي، واضح لانها لدائره بي ام بي ترانزستور، مفهوم كيف؟ قديش قيمته؟ 7 بالعشره. طيب هلا الكوليكتر فولتج اوف كيو 1 از ايكوال تو ذا اميتر فولتج اوف كيو 2، هاي حكيناها قبل شوي، هاي بي سي كيو 1 بتساوي في اي كيو 2. بس بدي اوحد هذا على شوي صغير والله يا جماعه، ان شاء الله يزبط. ايوه يزبط خلاص. اوكي هلا هاي اكويجن رقم 2، خلينا نشوف شو بدنا نعمل. لاحظ كيف هون بنعوض كل شيء موجود عندي في الاكويجن رقم 2، حتى في النهايه نشوف شو المجاهيل اللي راح يصفي معك. الصيغه الرياضيه هاي راح يكون هيك شكلها اكويجن رقم 2. هلا في عندي الاكويجن رقم 3، شو بتحكي؟ انه الكوليكتر فولتج على كيو 1 هو نفس الاميتر فولتج على كيو 2، هذا توصلنا له من عند النقطة هاي، جهدين بكونوا متساويات. هلا شو بدك تعمل؟ تيجي أنت بتعوض إكويجن رقم 2، وين بنعوضها؟ استنى بجيك على الأنوتيت شوي صغيرة. وين أنوتيت؟ أوكي. طيب شوف علي هلا هون إكويجن رقم 2 هاي وين بدي أحطها؟ بدلالة الـ في كيو 2 بدي أعوضها في هون تحط على يمين اللي يساوي. طيب في سي كيو 1 قبل شوي وجدنا معادلتها، في سي كيو 1 هي قديش بتساوي؟ هذا المقدار كلياته وين بحطه؟ على يسار اللي يساوي، مفهوم كيف؟ اذا هون انت لما تحط تعوض معادله رقم 2 ومعادله رقم 1 في ايكويجن رقم 3، شو المجهول الوحيد اللي صفى عندي؟ هو عباره عن الاميتر كرنت. اذا في امكانيه نوجده، واضح كيف؟ هيك استخدمنا المعادلات بشكل صحيح 100%. بس حكيت قبل شوي هذا عراقي القيم، معلش خليني احط اشاره موجبه. اوكي هاي بدي احط اشاره موجبه هون، وين كمان؟ بتصير هون سالب لما نقولها على الجهه الثانيه. طيب هذه بتصير سالب، ف اوكي هاي بتصير 20، خلينا نحسب 20 ناقص 12 كوش 4 7 2 ناقص 7 10 تطلع 6 8 2 8. هاي بتصير 6 8 2 8، واضح كيف؟ فتيار الاميتر مقسوم على 11 قوة 3، بيطلع يا سيدي العزيز هذا بسيطة شوية. اوكي
مقسوم على 11 بتطلع قيمة التيار هذا هو أقل 6.207 خليه هيك خلاص معلش بدناش نعمل عليه 7 اوكي تمام خلينا نشوف شو سوينا بالضبط احنا هاي المعادلة لاحظ كيف حكينا بنعوض معادلة رقم 2 معادلة رقم 1 في معادلة رقم 3 اوكي اللي راح يصير معنا بنشوف انه الاميتر كرنت هو المقدار الوحيد المجهول الاميتر كرنت على Q2 مفهوم كيف هلا كيف عملنا لها الرينج هاي 7 بالعشرة خلينا نفرجيك هلا نتيت ضروري نفهمها هلا 7 بالعشرة هاي لما نقلناها على يسار يساوي اوكي صارت ايش سالب 7 بالعشرة هون العشرة كيلو هاي ضربناها في المقدار هذا وضربناها في المقدار هذا فطلعت هي 12 شيء صحيح 12 اوكي هيك طلعت واضح بعدين 10 ضرب 10 قوة 3 في الاي اي 2 هيك طلعت معي هاي هلا هون انت شو مضطر تعمل بتضلها زي ما هي هاي مش فيها اشياء بس انت هون شو سوينا 91 كيلو مقسوم على 91 طلعت قديش 1 كيلو طيب ممتاز هلا هذا كلياته لما لما حسبناها طلع قديش المقدار طلع معي 6.828 واضح كيف؟ هلا لاحظ كيف هذه قيمتها 10 ضرب 10 قوة 3 وهذه 1 ضرب 10 قوة 3 حصل جمعهم الاثنين شو راح يطلع معي 11 قوة 3 اذا في النهاية الاميتر كرنت شو بدي اساوي؟ حصل قسمة 6.828 على 11 ضرب 10 قوة 3 اذا هيك حسبنا قيمة الاميتر كرنت بشكل صحيح. الخطوة اللي بعدها بدك تيجي تحسب خلص هيك ما ضلش شيء هذا الاميتر كرنت كفيل يوجد لك ايش؟ يوجد لي الشورت سيركت انبوت امبيدنس للسكند ستيج بس تعالوا خلينا نشوف في شغله كثير كثير مهمه بدنا نتفق عليها السكند ستيج هاي شو هي كومن ايش؟ كومن اميتر ولا كومن كوليكتر ولا كومن بيز؟ عباره عن كومن بيز اذا الشورت سيركت انبوت امبيدنس للسكند ستيج شو راح يكون؟ اتش اي بي طيب لانه هذا كومن بيز الاتش اي بي دائما شو بتساوي؟ بتساوي الثيرمال فولتج 26 ملي فولت مقسومة على تيار بس هل يا ترى هو تيار البيز ولا تيار الاميتر؟ دائما بيكون عبارة عن تيار الاميتر اذا انت هون التيار اللي اوجدته هلا كل اللي بدك تسويه بس تقسمه على 26 ملي فولت عشان تطلع الشورت سيركت انبوت امبيدنس على الكيو 2 او السكند ستيج مفهوم كيف؟ هي هون سويناها هذه الخطوه فيش لها داعي ما في داعي تحسب البيس كرنت على كيو 2 لانه البيس الاميتر كرنت اللي اوجدته انا هلا هيو واضح بامكاني نحطه في المقام حتى نحسب اتش اي بي 2 هاي لازم اسويها هاي شوي بس التيار قديش طلع معنا حسبنا احنا طيب هذا بدنا نحطه ايش بدنا نسوي 6.207 26 ونقص 3 41 89 بتطلع هذه شوي صغيرة 41.8 يلا هيك تمام اوكي هاي حسبنا الشورت سيركت انبوت امبيدنس على السكند ستيج تمام بدنا نيجي نعمل الاي سي اناليسيس سهل كثير طبق السوبر بوزيشن تكنيك على مصدر التغذيه اللي موجود هون اوكي مصدر التغذيه هذا بدي احوله لشورت سيركت احنا وين دائرتنا هاي الدائره الاصليه هذا بصير شورت سيركت سي 1 وسي 2 سي 3 كمان لازم يصير شورت سيركت فدائما نعمل بريمينري
سيرك اللي موجوده هون دائره مبدئيه قبل ما نحول كيو 1 وكيو 2 نحط محلهم الهايبريد ايكوفلنت موديل. لاحظ كيف هاي الدائره راح توصلك للدائره اللي موجوده هون. هلا حتى تعرف حتى تقدر تتمكن يعني نقدر نعرف الدائره هاي رسمها انا هل هي صحيحه ولا لا. كيف طلع؟ لاحظ كيف هون ار 1 وار 2 كيف راح يجوا مع بعض هذول على الانوتيت ار 1 وار 2 كيف جاي مع بعض؟ بيجوا مع بعض على التوازي. مفهوم كيف؟ على طرف البيز جاي مع بعض على التوازي والطرف الثالث جاي على السيجنال سورس. حتى نتاكد الحكي هذا موجود هون. هي ار 1 مع ار 2 على التوازي مع السيجنال سورس كلهم جايين مع بعض مربوطين مع ايش؟ مع الهايبريد ايكوفلنت موديل تبعت الترانزستور كيو 1. مفهوم كيف؟ طيب الملاحظ هون ما ار سي 1 راح تضلها موجوده معنا. شوف كيف؟ جايه بين طرف الكوليكتر اوكي على الهايبريد ايكوفلنت موديل لكيو 1 وال وايش؟ طرف الكوليكتر والطرف الثاني ايش هو؟ الجراوند. هات شوف كيف؟ هي رسمها هيك. هي الار سي 1 هي جايه بين طرف الكوليكتر والجراوند. مفهوم كيف؟ طيب المرحله الاولى كومون ايميتر صح؟ لاحظ كيف بتكون الهايبريد ايكوفلنت موديل هيك شكلها. هاي طرف البيز هذا الانبوت طرف الكوليكتر الاوتبوت. شو المشترك بين الاثنين؟ اللي هو الايميتر اسمه اي 1. هلا بي 1 سي 1 الواحد اللي موجوده هون على الهايبريد ايكوفلنت موديل بتدلل ايش؟ على كيو 1 الترانزستور الاول. طيب الملاحظ هون تعال نشوف الطرف الكوليكتر على كيو 1 هو عباره عن طرف الايميتر على كيو 2. مفهوم كيف؟ لاحظ كيف هذه راح تلاحظها في الهايبريد ايكوفلنت موديل. هي في اي 2 هو نفسه الفي سي 1 الجهدين هذول راح يكونوا متساويين طرف الكوليكتر والطرف الايميتر. طرف الكوليكتر للكيو 1 مربوط مع طرف الايميتر لكيو 2 هي الاثنين مربوطين مع بعض. شايف كيف؟ فالمرحله الثانيه عباره عن كومن بيس. شو يعني كومن بيس؟ طرف البيس هو افكتفلي الطرف المشترك بين الانبوت والاوتبوت. اوكي الانبوت ايش هو عندنا؟ خلينا نشوف هون الانبوت هو عباره عن الايميتر والاوتبوت عباره عن طرف الكوليكتر. واضح كيف؟ هلا طرف الكوليكتر هو كم مقاومه في عندي موجوده عليه؟ مقاومتين ار سي 2 والار ال. حتى نشوف موجودين هيهم الار سي 2 والار ال. اذا لاحظ حتى يعني احد الطرق حتى تقدر تتمكن تتوصل للدائره هاي تتاكد انه شغلك صح شوي صغيره. اوكي كم مقاومه في عندي عندهم؟ هاي وحده هاي تنتين هدول جايات على الانبوت سايد. حتى نشوف هيهم ار 1 وار 2. طيب في عندي الار سي 1 افكتفلي هاي بتيجي بين التو ستيجز از ميدل ريزيستور. هيو هاي المقاومه رقم ثلاثه. هلا على المخرج كم مقاومه في عندي؟ كمان مقاومتين على المخرج هي ار سي 2 وار ال. واضح كيف؟ هاي الدائره هيك بتكون معنا شكلها. هلا هون انا في طريقتين لتحليل هاي الدائره. يعني لو واحد فيكم لو طلبنا نحسب الجينز لهي الدائره في طريقتين للتحليل. شو بنقدر نوجد؟ حكينا اسهل طريقه واحسن طريقه حكينا عنها سابقا انه الطالب بامكانه يحسب النو لود فولتج جين. اذا حسبت النو لود فولتج جين وقدر يطلع يعني قدرت تطلع له قيمه هذا النو لود فولتج جين راح يكون مفتاح لايجاد كل الجينز الثانيه. كيف بتسوي؟ تاخذ النو لود فولتج جين وبترسم التو بورت التو بورت سيستم. واضح التو بورت سيستم للامبليفاير بيوصلك باستخدام المعادلات لكل الجينز مباشره. هلا انا للاسف قعدت عشان طولت كثير وانا بسوي في طريقه ثانيه لايجاد الجين بتقدر انت من خلال ايش؟ تطبيق بتقدر تحلل الدائره هذه السمول سيجنال ايكوفلنت موديل. واضح زي هيك بتصير. شوف كيف سويتها هي مش هون هي ايجاد الفي انبوت والفي اوتبوت طلع كيف طلع المعادله معنا قديش كبيره الفي ال والاي اي ال. هيك شايف كيف عوض المعادلات في بعض. فانا يعني كيف حسب مرات السؤال بحتم عليك شو الطريقه اللي بدك تستخدمها. اذا ما حدد لك بعيد وبحكي في طريقتين بامكانك تطبق السمول سيجنال اناليسيز على نفس دائره الامبليفاير وتطلع اي جين بدك اياه. هذه راح تكون لينثي ميثود يعني طريقه مطوله. الطريقه الاسهل من هيك كثير انه انا بس بوجد الاي في نو لود
والابي نولود هذا راح يكون مفتاح لايجاد كل الجينز بس باستخدام طريقه التو بورت سيستم. تعرف كيف يعني تو بورت سيستم؟ بتحول الامبليفاير في النهايه الشكل اللي موجود هون. هذه طبقناها سابقا استنى للي ما بتذكر، خلينا افرجيكم كيف سويناها. هيك هذا المالتي ستيج امبليفاير بتخلي الدائره بهذا الشكل، مفهوم كيف؟ وبتوجد باي جين بدك اياه من خلال المعادلات بشكل مباشر على اي طريقه بدك تلجا لها، فيش اي مشكله، في النهايه راح تصل لنفس الجواب. خلينا نرجع، خلينا نشوف ستيب باي ستيب شو اللي سويته انا بالضبط هون. اللي سويناه يا سيدي العزيز، هلا طبقنا الدي سي اناليسيس، اوجدنا الشورت سيركت انبوت امبيدنس لكل ستيج، للستيج الاولى والستيج الثانيه. الخطوه اللي بعدها الدائره هاي رسمناها بشكل صحيح. بعيد وبحكي طلاب كثير بصموا الدائره هاي مباشره من ايش؟ من الدائره هاي بدون ما ايش؟ ما يحط دائره ميدل. هذه الدائره الثالثه مهمه جدا، لازم الدائره الثانيه هاي لازم ترسمها قبل ما ايش؟ تتوصل في النهايه للسمول سيجنال ايكوفلنت موديل للتو ستيجز. اوكي هاي رسمتها اذا كانت صحيحه خلص اي شيء بعد هيك بكون صح. هلا اذا طلب هون حاسب طالب نحسب الاوفر اول انبوت امبيدنس، ليش كتبنا كلمه اوفر اول؟ لانه هاي عباره عن تو ستيجز. دائما وين الانبوت امبيدنس؟ بتكون من جهه السيجنال سورس. هذا السيجنال سورس لما بتطلع على العناصر اللي موجوده على الانبوت شو راح يشوف؟ ار 1 مع ار 2 مع الشورت سيركت انبوت امبيدنس اتش اي اي 1، كلهم هدول الثلاثه راح يكونوا على التوازي مع بعض. القيمه المكافئه قديش بتطلع؟ 1402. لانه الشورت سيركت انبوت امبيدنس قديش كانت قيمتها للكيو 1 هي 1667، هيك منطقيه طلعت اقل منها القيمه المكافئه 1402. طيب هاي حسبنا الاوفر اول انبوت امبيدنس. هلا بخصوص الاوفر اول اوتبوت امبيدنس هاي فيها معلومتين جدا مهمات. زي ما كل مره كنا نعمل دائما اللود امبيدنس ار ال نعتبره انفينيتي اوبن سيركت، واضح؟ بعدين كمل كل على الفولتج سورس اللي موجود هون. هلا التيارات تبعون الستيج الاولى تيارات ال كيو 1 اللي هم الاي بي والاي سي بيعتمدوا بشكل مباشر على مصدر التغذيه. هلا متى ما صار مصدر التغذيه قيمته صفر التيارات هدول راح يصفروا معنا. فاذا البيس كرنت الكوليكتر كرنت لانه دايركتلي ريليتد مع البيس كرنت باستخدام معادله البيتا دي سي او بسموها الاتش اف اي في الاي سي اناليسيس، لانه البيس كرنت قيمته صفر هون الكوليكتر كرنت راح تكون قيمته صفر. واضح كيف؟ هلا لو مبدئيا حطينا هذا الكرنت الديبندنت كرنت سورس اللي موجود هون مبدئيا حطينا اوبن سيركت، لاحظ لانه الكوليكتر كرنت كان قيمته صفر شو راح يساوي الايميتر كرنت؟ راح يساوي برضه قيمته صفر. فاذا الايميتر كرنت هون قيمته صفر الكوليكتر كرنت على ستيج 2 على كيو 2 برضه راح تخلي الديبندنت سورس الثاني هذا راح تخليه اوبن سيركت. هلا لو واحد فيكم دائما احنا بالعاده كنا نعمل ايش؟ كنا نسوي نربط هون تيست فولتج او تيست كرنت سورس على المحل اللي بدك توجد فيه الاوتبوت امبيدنس. هل يا ترى لو حطينا تيست فولتج او تيست كرنت سورس هل هدول راح يرجعوا يشتغلوا؟ ينعمل عليهم شيء بسموه رياكتيفيشن تنجر، ما راح يصير عليهم اي شكل من اشكال الرياكتيفيشن لسبب بسيط، لانهم بيعتمدوا لانه هذا المرحله اللي موجوده هون مصدر التيار هذا بيعتمد على الايميتر كرنت على جهه الانبوت. انت وين حاطط السيجنال سورس؟ على جهه الاوتبوت. نفس الشيء هذا الكرنت سورس اللي موجود هون لاحظ كيف الكوليكتر كرنت فيه بيعتمد على البيس كرنت اي بي 1. هلا اي بي 1 جاي على جهه الانبوت. انت لما بتحط تيست فولتج سورس على هاي حكيناها مرات كثير بضلنا نعيد وزيد فيها عشان نفهمها طول. هلا لو تحط تيست فولتج سورس هون قيمته 1 فولت او تيست كرنت سورس قيمته 1 امبير في النهايه ما راح تقدر تعمل رياكتيفيشن على التو ديبندنت سورسز هذول، لانه بيعتمدوا بشكل مباشر على قيمه مصدر التغذيه اللي موجوده هون. وعشان مصدر التغذيه هذا على الانبوت منفصل بشكل كلي تقريبا عن الاوتبوت، اذا هذول شو راح يصفوا معنا في النهايه؟ كانهم اندبندنت كرنت سورسز. شو يعني اندبندنت كرنت سورس؟ راح يصير معنا شورت سيركت اوبن سيركت عفوا، فهيك الدائره راح يصير شكلها. طيب شو ضل عندي لما بدك تيجي تحسب الاوتبوت امبيدنس؟ ار سي 2، يعني ار سي 2 هي راح تمثل الاوتبوت امبيدنس. واضح كيف؟ هي
قديش طلعت قيمة 10 كيلو. حتى نشوف الخطوة اللي بعدها، بدنا نوجد أول طالب هونس طلع كيف use a small signal equivalent model. هون محدد لك شو الطريقة اللي بدك تستخدمها، بدك تلجأ للدائرة هذه حتى تشتق مثلا الفولتج جين والكرنت جين، to calculate the loaded voltage gain AVL. هلا الكل فيكم بيعرف انه loaded voltage gain دائما في الحالة هي راح تضطر تاخذ تأثير قيمة ال RL، راح تضلها محطوطة معي. هاي بدنا نلجأ للدائرة هاي، حطيت لك هون RL قيمتها موجودة. هلا إذا بدك تحسب AV no load RL قديش بتصير على طول؟ بتصير قيمتها infinity open circuit. بس هون عشان بدنا ال AVL لازم ايش ال RL تضل قيمتها موجودة، لازم نحطها بهذا الشكل تضلها موجودة معنا. طيب هلا اول حاجه ال AVL دائما حاصل قسمه الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج، هي سهله كثير، حطها في ايكويجن رقم واحد. هلا الانبوت فولتج في طريقتين لحساب الانبوت فولتج. هون في الطريقه المطوله، استنى شوي خليني اشيل نعمل كبير. اوكي هلا الانبوت فولتج في الطريقه المطوله، الطريقه المطوله كنت اسويها دائما. شو بتساوي الانبوت؟ الانبوت كرنت اي، استنى شوي، الانبوت ضرب الانبوت امبيدنس. شو حكينا الانبوت امبيدنس بتساوي دائما لما تاخذ ار1 مع ار2 مع الاتش اي اي واحد كلهم على التوازي مع بعض، واضح كيف؟ ففي طريقه اسهل من هيك. هل بتسال الطالب الانبوت امبيدنس هل بزبط، عفوا الانبوت فولتج هل بامكانه يكون اي بي 1 في الاتش اي اي 1؟ اكيد راح يكون، يعني سواء حطيت الشكل هاي او الشكل هذا في النهايه راح تصل لنفس الجواب، واضح كيف؟ فانا انا تعمدت استخدم هاي، اسهل كثير، راح تسهل علي التحليل بشكل كبير. ايش راح تساوي؟ الجهد الداخلي على المقاومه هاي اتش اي اي، جهد عليها شو بده يساوي حسب قانون اوم؟ بده يساوي القيمه اتش اي اي مضروبه في ايش؟ في التيار المعدي فيها الاي بي، واضح كيف؟ هلا الاوتبوت فولتج هون لو جينا سالنا اي حدا منكم سؤال قديش بده يساوي الاوتبوت فولتج، اول شيء في ملاحظتين جدا مهمات. الاوتبوت فولتج هو عباره عن قيمه الجهد على المقاومه ار ال. لو بدك تشوف قديش قيمه الجهد على المقاومه ار ال شو بده يساوي؟ اي اوتبوت مضروبه في الار ال. هلا ليش حطينا اشاره سالبه؟ لانه في عندي قطبيه افتراضيه على التو بورت سيستم. كيف بتكون القطبيه الافتراضيه؟ القطب السالب اللي دائما الموجب لفوق والسالب لتحت على الانبوت والاوتبوت. بس فعليا البولاريتي كيف بيكون شكلها؟ حسب اندفاع اتجاه التيار. هذا التيار لو بده يعدي في ار سي 1 او ار ال، كيف بيكون اتجاه اندفاعه؟ عكس عقارب الساعه. اذا راح يحتم عليك انه يخلي القطبيه الفعليه الموجب لتحت والسالب لفوق. لا، عشان هذه البولاريتي اللي موجوده هون عكس القطبيه الافتراضيه هاي، اذا اثنين مختلفات، هذه الاكتوال وهذه الفيرتوال. اوكي الاثنين معكسات لبعض، اذا الاوتبوت فولتج هون راح تضطر تضيف عليه اشاره سالبه، مفهوم كيف؟ طيب انا هون شوف كيف التحليل راح يكون قائم على فكره انه الجهد التيار اللي موجود على الاوتبوت راح اضلني استخدم ايش؟ اضل اعوض معادلات لحد ما اوصله لتيار البيز اي بي 1 اللي بخص ايش؟ الانبوت فولتج اللي موجود هون. هلا ما فينا احنا نيجي نقول واحد يجي يقول لي على طول اه والله بدي اعوض معادله رقم 2 و3 في معادله رقم 1. ما بتقدر تعوض المعادلتين هذول 2 و3 قبل ما تتاكد انه في النهايه التيار اللي موجود هون اي بي 1. فايش بدنا نسوي؟ بدنا نرجع رجوع في التحليل. طلع كيف بدي اسوي هون؟ شوي صغير. طلع اول شيء تضطر انت تطبق الكرنت ديفايدر رول على الاوتبوت. الكرنت ديفايدر رول لما بدك تيجي تستخدمه دائما بيكون في عندنا تيار المصدر اللي هو اي سي 2، واضح كيف؟ هذا المين كرنت. البرانش كرنت هو عباره عن الاي اوتبوت، مفهوم كيف؟ العلاقه اللي بتربط بين تيار الاوتبوت وال يعني البرانش كرنت والسورس كرنت باستخدام الكرنت ديفايدر رول، شو بدي يساوي عندنا؟ هي شوف علي، بدي يساوي طلع كيف؟ اي اوتبوت، استنى شوي، اي اوتبوت بدها تساوي الاي سي 2 المين كرنت مضروبه في ار سي 2 على حاصل جمع ار سي 2 مع الار ال. هي شايف كيف؟ طيب هل يا ترى هاي المعادله بقدر استخدمها في ايكويجن رقم 3؟ اكيد. هاي المعادله الجديده رقم 4 بدي اعوضها في معادله رقم 3. هي هون 4 عوضناها في 3، شو راح يصير؟ تعال نشوف اي اوتبوت راح تصير قيمتها، هي المقدار هذا اي سي 2 في الار سي 2 هي مقسومه على ار سي 2 زائد الار ال، مفهوم كيف؟ هاي هيك هيك احنا
معادلة رقم 3 صار عندنا الشكل الموجود هون. طيب الكوليكتر كرنت اللي موجود هون، هل في علاقه بتربط بين الكوليكتر كرنت والاميتر كرنت؟ هذا اكيد شو بيربط بينهم؟ الالفا، الالفا او الاتش اف بي. اتش اف بي في الاي سي اناليسيس هي نفسها الالفا اللي كنا نستخدمها في الدي سي اناليسيس. الالفا دائما بتساوي حاصل قسمه ايش؟ تعال تشوف هون، الالفا دائما بتساوي حاصل قسمه، عشان قيمتها اقل من واحد، فانو اعلى دائما الكوليكتر ولا الاميتر كرنت؟ الاميتر كرنت اعلى، فعشان هيك بنحطه في المقام، الكوليكتر كرنت بنحطه في البسط. واضح كيف؟ الاتش اف بي 2 هي عباره عن الالفا. هلا في الكومن بيس دائما هاي المقدار بعطوه قيمه سالبه، ليش؟ عشان تخلي دائما الفيز شيفت في الفولتجز بين الانبوت والاوتبوت على الكومن بيس مش مختلف، يعني نفس الشيء بيكونوا ان فيز اثنين. واضح كيف؟ خلينا نشوف هون. طيب هي هذه العلاقه اللي بتربط بين الاميتر والكوليكتر كرنت. اوكي هلا هاي ايكويجن رقم، طيب هذه ايكويجن رقم 6، مضطر اعوضها في ايكويجن رقم 5، يعني اعوضها بدلاله الاي سي 2 هون. شو راح تطفي معي؟ بتصير ناقص ار ال، طلعوا معي بالله، ركزوا معي شوي، في مضروبه في هون هذا المقدار اتش اف بي 2 هيو موجود هون، مضروبه في الار سي 2. واضح كيف؟ هلا التيار تحول من اي سي 2 لاي اي 2، لاحظ كيف مقسومه على ار ار سي 2 زائد الار ال. هلا في النهايه احنا شوف كيف معادله رقم 2 3 قصدي هاي صارت 5، بعدين لما عوضنا فيها قيمه تيار جديده حسب التحليل طلعت هاي معادله رقم 7. هلا بالتالي الطالب، تعال نشوف هون، هلا التو ستيجز هذول المرحلتين او الهايبريد ايكوبلنت موديل لكيو 1 وكيو 2 في علاقه بينهم الاثنين هون. شوف علي العلاقة اللي بتربط بينهم بتفرجي بتوضح لنا انه استخدام الكرنت ديفايدر رول ممكن توصل لهي العلاقة. لاحظ كيف؟ هذا عبارة عن ايش؟ مصدر التيار، التيار اللي موجود على هذا الكرنت سورس اي سي 1، هذا تيار المصدر. وين البرانش كرنت؟ الاي اي 2. هل في شيء بيربط بينهم الاثنين؟ اكيد باستخدام الكرنت ديفايدر رول. لو بدي اجي استخدم الكرنت ديفايدر رول دائما بنحطه بدلالة البرانش كرنت. ايش البرانش كرنت عندنا؟ I E 2 تمام. شو بدي ساوي؟ بدي ساوي التيار تبع السورس هون، شو بدي I C 1 أو 1 فيكم أجي قال لا بدي أحط إيش H F E 1 مثلا في ال I B 1 ضرب قديش R C 1 اللي موجودة هون على قديش على R C 1 زائد قديش H I H اي بي شوي صغيره. مفهوم كيف؟ هلا في ضل شيء ضل شغله نسيناها اكيد. شوف كيف التيار هون، هذا التيار وهذا التيار يعني كل واحد باتجاه. اذا بدك تحط هون كان ولا بد بده يكون الاشاره موجبه، هذا التيار مفترض اتجاه اندفاعه هيك، بس عشانه مختلف انت لازم تضيف اشاره سالبه هون على الكرنت ديفايدر رول. واضح كيف؟ نشوف المعادله محطوطه بشكل صحيح. وين هي؟ بس انا حطيت التيار ما حطيته المقدار هون، حطيته اللي تبع الكرنت سورس هذا، حطيته اي سي 1. شوف كيف هي اي سي 1. اذا هذا الاي اي 2 ايكويجن رقم 8 هلا مضطر هي اعوضها في ايكويجن رقم 7، تحول التيار من اي اي 2 لاي سي 1. شوف كيف صارت المعادله قديش كبيره. هاي المعادله عوضناها هون، خلينا نشوف كيف هلا احنا حاطينها بشكل صحيح ولا لا. نعمل كلير. اوكي معلش اليوم بنطول شوي اليوم عشان بدي الحق اخلص الموضوع هذا، لانه المره الجايه بدنا نحكي عن الديفرنشال عن الكرنت ميرورز وشيء زي هيك. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ عندي هدول المعادلتين، المعادله 7 ومعادله 8، بنقدر نعوضهم الاثنين في بعض بكل بساطه. لو اخذنا معادله رقم 8 اللي هي بدلاله الاميتر كرنت، بقدر اعوضها بشكل مباشر في المعادله رقم 7. هلا راح تصير معي الفي اوتبوت هون، شو راح تساوي؟ راح تساوي هلا هون هذا المقدار السالب، شايف كيف هذا السالب اللي موجود هون، المعادله هاي لما تكون بالسالب لما نعوضها شو راح تعمل الار ال؟ راح تخليها اشارتها موجبه. هلا الاوتبوت فولتج هاي تعال نتاكد هل هي صحيحه، لما عوضنا معادلة رقم 8 في 7 تساوي الـ RL في HFB2 في الـ RC2 في RC1 هاي
ال اف بي 2 في ار سي 2 في ار سي 1. بس هلا التيار شو صار؟ التيار هون شو صار؟ عباره عن اي سي 1 ايوه موجود في المقام. طب المقدار اللي موجود في البسط عفوا، المقدار الموجود في الدينومينيتور او المقام شو بدي اساوي؟ ار سي 1 زائد الاتش اي بي 2 هي موجود هون واضح؟ على هذا المقدار الكل هذا ار سي 2 زائد الار ال. هلا هاي المعادله اللي بدي اعمل لها ري ارينج، كيف يعني؟ البسط هذا كلياته اتش اف بي 2 في ار سي 2 في ار سي 1 في الاي سي 1 هي كله حطيناه هون بهذا الشكل. اي هيك بهذا الشكل. هلا هذه الار سي 1 في الاتش اي بي 2 هي نزلناها هون على المقام مع القيمه اللي موجوده هون، هدول بحط لهم اقواس براكت، فهيك بتصير معنا الاوتبوت فولتج بعد ما عملنا لها ري ارينج. طيب هل يا ترى لو جينا سالنا بالتالي الطالب، هل يا استاذي هيك صارت جاهزه نقدر نعوضها في معادله رقم واحد مع معادله رقم اثنين؟ لا ما صارت جاهزه لسه. ليش؟ لانه التيار ما صار اي بي واحد. التيار عندنا لسه في كولكتر كرنت على ايش؟ على الهايبريد ايكوفلنت موديل الاولى. اذا في علاقه بتربط بين الكولكتر والبيس كرنت على الهايبريد ايكوفلنت موديل، بتقول ان الكولكتر كرنت بتساوي اتش اف اتش اف اي اللي هي بيتا دي سي مضروبه في ايش؟ في الاي بي 1. هلا هاي رقم اكويجن رقم 10 عوض لي اياها في اكويجن رقم 9. هذه المعادله عوضها هون، شو راح تصير هاي؟ راح تصير هاي. شوف مصيبه طلع ايش في المعادله. طلع علي هلا اتش اف هاي اتش اف اي 1 هي موجوده هون في اي بي 1، هاي ار سي 1 هون، هاي ار سي 2 هون ضلت محلها، ار ال هي موجوده هون، هذه اتش اف بي 2 والمقدار الموجود في المقام هذا كلياته هي حطيناه بهذا الشكل. هذه معادله الاوتبوت فولتج. هلا شو بدي اسوي انا؟ صارت معادله الاوتبوت فولتج عشان التيار فيها هون، يعني تحليل هذا كله الغرض منه حتى تحول التيار شويه الاي اوتبوت هاي تحولها لايش؟ لاي بيز. هلا صارت هاي المعادله جاهزه نعوضها في اكويجن رقم واحد. واضح كيف؟ لما نيجي نعوضها في اكويجن رقم واحد، اي بي 1 البسط مع الاي بي 1 اللي موجوده في المقام الاثنين بيشطبوا مع بعض، فالفي انبوت هون اللي موجوده في المقام شو بدها تساوي؟ اتش اي اي 1 راح يكون المقام مقسوم. شوف كيف هي الاتش اي 1 هيك حسبنا الاي في ال. انا نسيت اعوض الارقام هون بس معلش يعني. هلا في ملاحظه جدا مهمه طلعوا علي، دائما اتش اف بي 2 دائما بنعطى مقدار سالب، فبتلاحظ انه الاوفر اول فولتج جين للكاسكود امبليفاير واضح دائما بيكون مقداره سالب. ليش سالب؟ لانه خلينا افهمك شغله، لما نيجي احنا سابقا لما كنا نتكلم دائما الكومن بيز امبليفاير وين الدائره الاصليه؟ هي استنى شوف الدائره الاصليه هاي اوكي في الكومن بيز امبليفاير دائما ما في عندنا فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت فولتج، مفهوم كيف؟ بس في الكومن ايميتر كنا نلاحظ انه في كليرلي في عندنا اشاره سالبه دائما بتظهر في الاي في ال. دائما الاشاره السالبه شو بتعني هي؟ انه في عندنا فيز شيفت بين الانبوت والاوتبوت فولتج. قديش مقدار الفيز شيفت؟ 180 درجه. طيب لانه هون بيعمل يعني الكومن ايميتر بيعمل انتروداكشن لفيز شيفت مقداره 180 درجه بسبب الاشاره السالبه، والكومن بيز ما بيغير شيء، اذا بدك تتوقع انه الاوفر اول فولتج جين لازم تكون ايش؟ مع الكومن ايميتر، هذه الكومن بيز ما غيرت شيء. فالاوفر اول فولتج جين هون بيكون في اشاره سالبه، واضح كيف؟ طيب هي اول نقطه، الكرنت جين هون اذا بدك تيجي تحسبه، خلينا نشوف كيف نعمل الكرنت جين. اوكي هي الكرنت جين. هي هون طالب السؤال بدك نفس الشيء تلجا للسمول سيجنال ايكوفلنت موديل هاي حتى تشتق اللودد كرنت جين. هلا اللودد كرنت جين بدي اسوي حاصل قسمه الاوتبوت كرنت على الانبوت كرنت. احنا هون الاوتبوت كرنت علاقته مع الكوليكتر كرنت هذا ما بصير ما بتكون التساوي، وانما باستخدام ايش؟ الكرنت ديفايدر رول. قبل شوي حطينا العلاقه الرياضيه بنعوضها بشكل مباشر، بس خليني اشيل الانوتيت. شوف كيف اوكي هاي الاوتبوت كرنت هاي العلاقه بينه وبين الكوليكتر كرنت ايكويجن رقم 2، واضح كيف؟ بس هذه خليها لسه بدنا نضيف عليها اشياء كثيره قبل ما نعوضها في المعادله اللي موجوده هون. هاي المفروض سميتها ايكويجن رقم 1 معلش. طيب الاي سي 2 شو بتساوي دائما؟ هات شوف الاي سي 2 لا
الكوليكتر كرنت هو شو العلاقه بينه وبين الاميتر كرنت؟ بيربط بينهم الاي تي اف بي او ايش الالفا. الالفا يا سيدي العزيز او الاتش اف بي هي بدها تساوي ايش؟ مضروبه في الاميتر كرنت بدها تساوي ايش؟ الكوليكتر كرنت. اذا هذه ايكويجن رقم 6، هلا بعوضها مباشره في ايكويجن رقم 5، فبتطلع معي الصيغه الرياضيه بهذا الشكل. هلا هون زي ما حكينا قبل شويه انه العلاقه اللي بتربط بين الاميتر كرنت على كيو 2 والكوليكتر كرنت على كيو 1 هو عباره عن الكرنت ديفايدر رول اللي بدك تطبقها على هاي السيركتري، مفهوم كيف؟ فمهم جدا في الكرنت ديفايدر رول تحدد وين البرانش كرنت، هذا سورس كرنت، اذا هذا شو بيكون؟ البرانش كرنت، اذا بتحط الصيغه الرياضيه بدلاله الاي اي 2، مش واحد يحطها بدلاله الاي سي 1، بتحطها بعد ما بعد ما تطلع الصيغه بشكل صحيح، بامكانك عادي بس احنا نخليها بدلاله الاي اي 2، فهيك بتطلع معنا الاي اي 2. اذا انا هلا ايكويجن رقم 8 بقدر اعوضها في ايكويجن رقم 7، هي هذه تعال تشوف هل التعويض هون، لا مش واحد هي الاي اوتبوت، هلا عوضنا 3 في 2 هيك المعادله صار شكلها، واضح هي الاي اي 2 هي، لاحظ كيف هلا 5 ايكويجن رقم 5 هذه من تطبيق الكرنت ديفايدر رول على 2 ستيجز او 2 ترانزستورز. اوكي بدي اعوض هاي الايكويجن رقم 5 وين بدنا نحطها؟ في الايكويجن رقم 4، شوف كيف راح تصير اتش اف بي 2 في الار سي 2، هذا المقدار كله حطيته اقواس مقسوم على ار سي 2 زائد الار ام. طيب هلا هذا كليات البسط، راح شو البسط عندي هون؟ الاتش اف بي 2 في الار سي 2 في ار سي 1 في الاي سي 1. طب المقام شو بده يكون؟ ار سي 2 زائد الار ال مجموع معها الار سي 1 زائد الاي بي 2، واضح كيف؟ طب هل هذه جاهزه؟ لا لسه، اخر خطوه بدك تعملها الكوليكتر كرنت العلاقه بينه وبين البيس كرنت بهذا الشكل. هلا مضطر تحط معادله رقم 7 في معادله رقم 6، هيك المعادله صارت، واضح كيف؟ بس دير بالك هون الاي بي 1 شوي، هلا هون خلينا نطلع على الدائره، لاحظ كيف الكوليكتر والبيس كرنت شو بيربط بينهم الاثنين؟ الاتش اف اي 2 الاتش اف اي 1 اللي هي بتمثل البيتا دي سي في الكومن ايميتر، واضح كيف؟ اذا هون هاي المعادله رقم 7 لما نعوضها في معادله رقم 6 بتطلع معنا المعادله بهذا الشكل. هلا بدك تنتبه على شغله كثير كثير مهمه، لاحظ كيف العلاقه او الصيغه الرياضيه اللي بتربط بين الانبوت كرنت والاي بي 1 مش واحد يقول الاثنين متساويات، نفس الشيء بدك تبدا تطبق كمان مره الكرنت ديفايدر رول هون على الانبوت. هلا الكرنت ديفايدر رول على الانبوت لازم يكون بدلاله البرانش كرنت الاي بي 1، يعني شو بدي اسوي؟ اي بي 1 تساوي الانبوت كرنت مضروبه في ار 1 على ار مع ار 2 على التوازي على ايش؟ هدول القيمتين على التوازي مع الاتش اي اي 1 في معادله. شوف طلع علي الانبوت كرنت هدول القيمتين ار 1 وار 2 اخذناهم مقاومه واحده لانهم هي مع بعض على التوازي، واضح كيف؟ مقسوم هذا المقدار. هلا المقاومه هاي استخدمناها في البسط برضه بنستخدمها في المقام، تجمع معها المقام الثاني ايش هي؟ الشورت سيركت انبوت امبيدنس على كيو 1، مفهوم كيف؟ شوي صغير بس طيب هيك انت شفت ال لاحظ كيف اخر شيء هون بدنا نحول. اوكي هلا الاي بي 1 هيك بهذا الشكل، بدي هلا تحول التيار من اي بي 1 لاي اوتبوت، اذا هذه المعادله 9 بدنا نعوضها في معادله رقم 8 حتى نشوف التعويض بشكل صحيح. المقام بضل زي ما هو، طلع عليه مقام ار سي 1 زائد الاي بي 2 مضروبه في ار سي 2 زائد الار ال، هذا كله ما تغير ولا شيء. طيب انا هون هذا التيار اي بي 1 افرجيك اياه على الروتيت. اوكي الاي بي 1 هاي مضطر وين احطها؟ وين بدنا نحوضها؟ محل هذا الاي بي 1 اللي هون، واضح؟ شو راح يصفي معنا؟ اي ام ار 1 مع ار 2 على التوازي، يعني هذا المقدار كلياته حطيت له اقواس، نسخته هون ولا تغير فيه اي شيء. شو الاشياء الثانيه اللي ظلت عندي هون في البسط؟ الاتش اف اي 1 هي موجوده هون، ار سي 1 هي موجوده هون، ار سي 2 هي موجوده هون، اتش اف بي 2 هي موجوده، تمام؟ اذا هاي بدي اعمل لها ريارينج، اذا هدول المقادير الموجوده في البسط بدنا نضربهم مع نضربهم في ار 1 مع ار 2 على التوازي بايش؟
وهذه هذا الأقواس البراكت تنزل في المقام، راح هيك يكون الشكل طلع علي كيف. هذا كلياته حطيت البراكت كبير، مش هاي لحالها، عفوا هاي كلها هاي نزلت في المقام، هون مضروب في البراكت هاي، في البراكت هاي طلع المقام، هذا كلياته جاهز، وهذا ايش البسط هيك جاهز معه. يعني هذا اصعب شيء في تطبيق في السمول سيجنال اناليسيس تطرقنا له اليوم، شايف كيف. اللقاءات الجايه مش راح تكون التحليلات صعبه كثير زي هيك، دائما التحليل هون هلا هذا خيار. يعني اذا انا ما حددت لك شو الطريقه بدك تستخدمها، ممكن تلجا لهي الطريقه. بدك لما الواحد بده يستخدمها مهم جدا ايش يعاود، يعني يتبع يمشي في المعادلات يعني باكوردز عشان يتاكد انه حله صحيح. الطريقه الاولى والسهله حكيت عنها انه بتحسب النو لود فولتج جين، ومن النو لود فولتج جين تقدر ترسم التو بورد سيستم، ومن التو بورد سيستم تعود مباشر في القوانين توصلك لاي جين بدك اياه. واضح كيف؟ هلا في النوع الثاني المفروض انا اخلص منه.